كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. وضربنا على ذلك أمثلة. في أصح أقوال العلماء أن الخمر ليست نجسة لكنها إيش؟ لكنها محرمة. وكذلك البصل إجماعا والثوم ليس نجسا لكن من أكله ليحتال فلا يحضر للصلاة فحرام. السم ليس نجسا لكنه حرام لأنه يتلف ماذا؟ يتلف النفس. يتلف ماذا؟ يتلف النفس. فتحرير القاعدة الآن إيش كتبتم؟ كل إيش؟ كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. ممتاز، تفضل.